دلوقتي ميعادنا مع ليندا، اخبار رياضه بقى. طيب دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع ليندا عبد اللطيف وجوله سريعه في اهم واخر الاخبار الرياضيه. اتفضلي يا ليندا. شكرا يا احمد، وبنصبح عليكم مشاهدينا مره تانية، واهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتش وان، واتس إت جول. الفاول عالمي يا زعيم. المسؤولين في نادي الزمالك فسخوا التعاقد مع باتريس كارتيرا المدير الفني للفريق بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة، واللي كان آخرها الهزيمة من الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في دوري أبطال إفريقيا. وتم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بعد الجلسة اللي جمعتهم بمقر النادي في ميت عقبة. فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على غينيا بيساو بنتيجة 78-7 في تاني مواجهة ليهم في بطولة إفريقيا اللي تتلعب في غينيا في نسختها 17. والنهاردة هيلتقي منتخب الناشئات مع منتخب جامبيا. اتأكد بشكل رسمي تأهل فريق لايبزيك الألماني لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي بعد استبعاد فريق سبارتاك موسكو من فعاليات المسابقة القارية على خلفية القرارات اللي أخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن استبعاد روسيا من كل البطولات اللي بينظمها الاتحاد الأوروبي بسبب الأحداث السياسية والحرب القائمة مع أوكرانيا. كمان اتأهل بشكل رسمي منتخب بولندا للمباراة النهائية من تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم بعد استبعاد روسيا من كل أنشطة كرة القدم وتجميدها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. اعتمد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تعيين ريجوبرت سونغ في منصب المدير الفني لمنتخب الأسود خلفاً للمدرب أنطونيو كونسيسو اللي تمت إقالته من منصبه. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لأحمد ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليكم. شكراً ليكي ليندا.